نستضعف اليوم بتراقص مراسي لحفل تنصيب السيد سعيد الأمبازي الذي حظي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث تفضل حفظه الله بتعيينه واليا على جهة سوس ماسة وعاملا على عمل جدير الدوتنا. السيد الوالي الجديد من خيرة الأطر التي راكمت تجربة مهمة خلال مسارها المهني، حيث سبق وأن تقلد منصب عالي كلية العلوم تابعة لجامعة محمد الخامس أكدال من سنة 2011 إلى سنة 2014، ثم منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2015، ليحظى بعد ذلك بالثقة المولوية السامية كوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سنة 2018 والناطقة الرسمية بالحكومة في سنة 2020. وإني على يقين تام بأن السيد الوالي سيكون في مستوى المهام الملقاة على عاتقه من خلال العمل الجاد والإخلاص والتفاني في الاطلاع بمسؤولية مناطة به. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد أحمد حجي على المجهودات التي بذلها وعلى الكفاءة والتفاني والعمل الجاد والدؤوب الذي أبان عنه خلال مدة توليه المسؤولية بهذه الجهة. حضرات السيدات والسادة، تكتسي لحظة تنصيب هذه أهمية خاصة بالنظر للسياقات الوطنية التي جاءت فيها. فمن جهة تواجه بلادنا تداعيات ما بعد الأزمة من خلال تدبير آثار الزلزال الذي ضرب عدد من العمالات وأقاليم المملكة، وكذا تجاوز انعكاسات الأزمة الصحية الأخيرة. ومن جهة أخرى تتطلع المملكة إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلا عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، آخرها نيل المملكة شرف تنظيم كأس العالم سنة 2030 وفق تأكد من إسبانيا والبرتغال. جهة سوس ماسة جزء من هذه الدينامية الوطنية عبر اعتماد عدد من البرامج التنموية، خاصة بعد الإعلان عن المبادرة الملكية بإطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، والذي يندرج في إطار التوجهات الملكية الثانية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 44 من مسيرة الحضرة، حيث دعا فيه جلالته إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية لجاسوس ماسة ودعم شبكاتها الطرقية وربط مراكش وأكادير بخط السكك الحديدية وتقوية المكانة الاستراتيجية للجهة. ونشير هنا إلى أن عدد المشاريع المندرجة في إطار هذا التوجه وصل لحدود شهر يونيو 2023 94 مشروعا بكلفة إجمالية تصل إلى 6.297 ملايير مليون درهم، حيث تهم هذه المشاريع أساسا برنامج التسريع الصناعي على مساحة تفوق 305 هكتار، إنجاز مدينة المهن والكفاءات على مساحة 30,000 مربع، تعزيز التنمية السياحية من خلال تأهيل منطقة الرشوف بجامعة ترزوت مخصصة لاستثمارات الصلة، وكذا إعداد برامج لدعم القطاع السياحي، وكذا تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية 2017-2023. وتعزيزا لما تم تحقيقه من انجازات وفي اطار التعاقد بين الدوله والجهه، فقد تم انجاز عقد برنامج التنميه الجهويه بين الدوله وجهه سوس ماسة وفق مقاربه تشاركيه، حيث يتوخى تنفيذ مشاريع تنمويه جهويه ذات اولويه في مجالات تقويه الاقتصاد وتنويعه وتحسين جاذبيه المجالات التراثيه. كلها مبادرات من شأنها تثمين المزايا الاقتصادية والمؤهلات الهائلة التي تسخر بها للجهة،
والتي من شأنها تحويلها إلى قطب اعتزالي حقيقي لتنافسية قادر على رفع الإلهام الجهوي المتقدمة وتدعيم إشعاعها الوطني والقاري وتوفير شروط مناسبة كي تلعب هذه الجهة دورها كصلة وصل بين شمال وجنوب المملكة. حضرة السيدات والسادة، إن حجم الرهانات التنموية وطبيعة الانتظارات المطروحة تستوجب على والي الجهة العمل على حسن تأويل على حسن تنزيل جميع البرامج التنموية الخاصة بهذه المنطقة والتعرف بدقة على الحاجيات الآنية والمستقبلية للساكنة لإعداد برامج جديدة يمكن اعتمادها خلال المراحل المقبلة. وفي هذا السياق فإن الوالي الجديد مدعو للوقوف الميدان المستمر على سير الأشغال بمختلف الأوراش المفتوحة والحرص على تجاوز كل العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعترض بعض المشاريع بتنسيق مع باقي القطاعات الإدارية المختصة. كما يبقى مطالبا كذلك بالنهوض بدور المحرك والمحفز والمواكب للتنمية سواء في نطاق اختصاصات السلطات الترابية أو بتنسيق وتفاعل وتجاوب مع الجماعات الترابية والمصالح خارج الدولة والقطاعين العام والخاص. وفي خضم هذا التوجه لا بد من التأكيد على دور ولاية الجهة في دعم المجلس الجهوي من أجل التنزيل الفعلي لورش الجهوية المتقدمة كقاطرة لمؤسسات ترابية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة وكتتويج للعديد من المبادرات والأوراش الإصلاحية الرامية إلى مواكبة التطور المتزايد والسريع لقضايا القرب وتلبية حاجيات المواطنين. وفي هذا الإطار فإن حسن استثمار مهام موكولة للسادة الولاة والعمال يرتبط بكسب رهان لا تركيز إداري الذي يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ قرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة. موقع الوالي والعالم كمسؤول ترابي يبقى محوريا سواء في إطار صلاحيات التي تم تفويضها له بشكل مباشر أو في إطار وظيفة تنسيق أنشطة مصالح اللام المركزة والسهر على حسن سيرها مما سيمكن من إقصاء آليات تتيح التناغم بين السياسات العمومية على المستوى المحلي. حضرة السيدات والسادة، أود أن أستغل هذه المناسبة للتنويه بالجهود الملموسة التي تبذلها السلطات المحلية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني على صعيد الجهة، وأهيب بالجميع أن يمد يد المساعدة للوالي الجديد في أداء مهامه من أجل خدمة الساكنة وتحقيق التنمية المستدامة وفق مقاربة تقوم على استغلال جميع الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع والبرامج التي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين. كما أهم برجال القوات العمومية من أمن وطني ودارة مدني وقوات مساعدة ورجال الوفاية المدنية لمواصلة جهود خدمة لرعاية صاحب الجلالة حفظه الله والتجلد الدائم في سبيل خدمة صالح العام. وفقنا الله جميعا لما فيه خير صالح الأعمال في ظل القيادة الحكيمة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأعز أمره وقرع يوم ولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أصله شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد وبكافة الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.